السلام عليكم. اليوم نوجدو ان شاء الله كسره محشيه، سي كسره قبائليه تاع القبائل اللي نديروها احنا، قبائل اللي نديروها بنينه وصحيه. هنايا عندنا البواغو اللي يقولوا بصل ولا البواغو، غسلناه مليح مليح، حليناه غسلناه مليح مليح، وهنا عندنا النعناع. درك واش نديرو؟ حنقطعوهم طرايف صغار هكا وباش نرحيوهم. هنايا نرحيوه بشويه باش ما يترحش بزاف حتى يوصلو. ها ما خصوش يخرج يترحى بزاف كي الحريره، خص هكا نزيدو غير شويه ونحبسو. هنايا دورك نرحيو النعناع ثاني. فوالا خواتاتي، هنا دورك نرحيو النعناع. هنا نديرو السميد. فوالا خواتاتي، هنا نديرو السميد الأول، نزيدو نديرو ملحة. نزيدو نديرو زيت، هنايا كاس ماشي عامر تاع الزيت. ندخلو كاع هاد السميد في الزيت، دوك هاد السميد كلو ندخلو في الزيت مليح. دابا ندخلو كاع هداك الزيت مليح، نزيدو له هذوك الحشاوش بصل معنا. هنا طلق الماء تاعو هاد البصل والنعناع، ما نزيدولوش الماء، كي يكون ساحق نزيدولو شويه. هنا نزيدلو شويه تاع الزيت، شفتو زيت الزيتون، هو يتخدم بزيت الزيتون خير، نزيدلو هكا شويه. ريحتو يقولوا باهيه، ننزل شويه الماء حتى نجمعوا لاباط. نجمدو لاباط مليح، فوالا هنا ونلقو بوندو، ونديرو جوج خبزات هكا. Thank you.
ما كنعجنوهاش، غير كنعجنو البطاط، ما كتسحقش العجين. دوك نسخنو الطاجين تاعنا ونديرو هاد الطبش. هنا نورمالمون قبل ما ندير هذاك الحشاوش، نورمالمون قبل ما نديرهم نجبد هكا هذيك السنيده اللي فيها الزيت، نخلي شويه فيها. وانا نسيت بصح درتها دركا، معليش. هكا وباش نبسوها هكا نديروها هكا الفوق هكا. لو هي سهله بلا هكا، ومن بعد كل واحد الحجم اللي يحب، اللي بغى يرققها ولا يخليها شويه خشينه، ولا كل واحد كيحب. هكا انا هنايا نحبس هكا. نحبس ونقطعوه. لو نديرو هكا ونخليو هكا الطاجين تاعكم يسخن مليح وحطوه هكا. هنايا درك باه نقصو النار، ديرو النار هليله خفيفه، ديرو النار خفيفه هكا، بقاو بقلبو هكا بشويه وحتى تشوفوه طايب، حتى تشوفوه طايب. انا قسمتوه لكم هكا. فوالا خواتاتي، هنايا تديرو النار هليله، ما تلهفوش النار عليه باش يطيب بشويه عليه. وقطعتو هكا، اللي بغى يديرها وحده يديرها، اللي بغى يقطعها. بعد ما طيبنا الاولى هنايا خصكم تخليوها في صاشي بلاستيك باش ما يضربهاش الريح. هكا الاولى ديجا طابت، دونك نزيدو نطيبو هادي. فوالا تبقى كي تقلبوها هكا بشوية حتى كي تشوفوها طابت مليح. تخليوها تتحمر مليح وتطيب مليح في النار هليلة. فوالا كيفاش كيجي بنين، وجربوه ان شاء الله راه بنين، حيعجبكم وصحي بصحتكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. ما تنساوش ديروا ابوني وتشاركوا في القناه. السلام عليكم.